وكنشكركم على التغطيه. شفنا سي عبدو الوزاني مع الفنانه شام الزاز اللي كانت اللي معروف عليها كانت مع المرحوم العروسي الله يدخل عليها الرحمه بهذا المقبره، وشفنا اليوم تجاوبت معك. شام الزاز على فكره راه حنا 8 سنين وحنا نشتغل مع بعضنا، اشتغلنا في القناه الثانيه، عندنا اكثر عندنا زوج البومات مع بعضنا، واشتغلنا الحمد لله اللي اول ثلاثي كيدار واللي عطاها هاد العبد لله هو اللي عطاها بانها تغني يوسف محمد العروسي ندلو، هذا هو العبد لله اللي كان الوسيط. نعم، وشنو هي الاضافه مع السي محمد العروسي؟ نعم، اللمسه اللي انت ضفتيها على الفنانه زاز في التعامل ديالك الفني. زاز هي اننا شببناها، سما زاز ولات شبابيه يعني كتفاعل مع الوقت وكتمشي يعني ولات كتعيش كتعاصر الوقت ديالها.